هذا في اطار الافاق اللي كتمنوا وطبيعه الحال اللي كتشتغلوا عليها. انا غنعطيك السؤال الاول، هو في ظل الوباء ما كتشوفش انه ظرفيه الوباء عرات واقع معاش في الضمان الاجتماعي؟ كتستفدش اشكاليات في البلوره، الناس اللي ما استفدتش مجموعه من النقط ما كانتش في منهجيه صحيحه، كيفاش نتوما كتواكبوا باش تعالجوا هذا الامر؟ باش نفهم بعض الشركات الكبرى اللي كانت ما كتضرش الناس في لاسينيسيس اللي تبينت هذه الامور، دوركم انتم في الرقابه عليهم. يستافدوا الشركات، تتملص من المسؤوليه وما تتقيدش الناس، دوركم انتم استاذ. لا كاينه مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في اطار الندوه والموضوع اللي كتهتم به بطبيعه الحال المؤسسه ديال الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي بين مد وجزر، اعتقد بانه في خضم الموضوع جلاله الملك كان واضح في هذا الشان في الظرفيه اللي عشناها ديال الوباء. مجموعه من المسؤولين كيجتهدوا جاهدا من اجل بلوره الموضوع بصيغه محكمه من اجل ضخ دماء جديده للعمال والعاملات وكذلك المستفيدين في القطاع. معايا الاستاذ اللي هو مسؤول في الضمان الاجتماعي، غادي نشوف ما حيتيات الموضوع وكذلك المنهجيه الاشتغال ديالهم في اطار بلوره العمل من اجل الوصول الى ذاك العامل ان يكون له حقه في لاسينيسيس التي هي موضوع النقاش. استاذي الفاضل، اذا كان ممكن كديروا مجموعه الندوات نبسطوا مع الراي العام، تتكلموا كديفلوبيو الموضوع ما امكن، كيفاش كتشوفوا الامور في ظل الوباء من مورا هذا التحول الجديد الان؟ الحمد لله، دابا حنا في واحد اون بيريود مهمه، وهو من بعد الوباء قرارات مهمه اتخذت، ومن بينها هو تسريع وتيره لا جينيراليزاسيون ديال التغطيه الصحيه والتغطيه الاجتماعيه لجميع المغاربه. وهنا لا لوا 0921، لا لوا كادر et les orientations de Sa Majesté que Dieu l'assiste sont claires. Il faut que خاص جميع المغاربه يكون عندهم تغطيه صحيه وتغطيه اجتماعيه على افق 2025. و لو بلان اي لا استراتيجي اي كلير. في 22 خاص تقريبا كاع المغاربه، 30 مليون المغاربه اللي في القطاع الخاص والمعوزين خاص يكونوا مسجلين في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش يستافدوا من لامو التغطيه الصحيه. وكاين 6 ولا 7 مليون وهما اللي مسجلين في القطاع العمومي، وهذوك راه عندهم الصندوق اللي تيتكلف بهم. هذا في اطار الافاق اللي كتمنوا وطبيعه الحال اللي كتشتغلوا عليها. انا غنعطيك السؤال الاول، هو في ظل الوباء ما كتشوفش انه ظرفيه الوباء عرات واقع معاش في الضمان الاجتماعي؟ الناس ما كتستفدش، اشكاليات في البلوره، الناس اللي ما استفدتش، مجموعه من النقط ما كانتش في منهجيه صحيحه، كيفاش نتوما كتواكبوا باش تعالجوا هذا الامر؟ باش نفهم الاستفاده مناش؟ امتيازات سواء ذاك المبلغ اللي كان كيتخصص الناس اللي ما كيخدموش في الظرفيه اللي كانت 24 ساعه الناس ما كتخدمش ولكن لهم الامر في الله عز وجل وذاك الضمان الاجتماعي، طريقه المنهجيه اللي كانت فيها هناك فئه تستافد فئه ما استفدتش، كانوا اشكاليات. واش استفدتوا من هذه الامور بمنهجيه اخرى كاحتياط للمستقبل؟ فات هذاك الظرف ديال لا كوفيد هو الى ايتي جيري بحكمه من طرف لي ريسبونسابل نوتامون دو مينيستير دي فينانس، وعلى راسهم وزير الماليه اللي كان تيتراس لو كوميتي دو في ايكونوميك سي في او، وخداو قرارات مهمه اللي سمحات
تقريبا اكثر من 1,100,000 عامل اجير هادو اللي كانوا تحت يعني اللي منخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي اللي استفدوا من لانديمنيتي فوفيتير هذاك التعويض الجزافي ديال 2000 درهم واستفدوا منه بوندون 3 موا من وفات 4 موا بريسك شهر افريل 2020 حتى جوان 2020 والقطاعات اللي ضروا وبقاو مضرين راه حتى اليوم مازال تيخرجوا هاد التعويضات وهاد الاعانات ولكن اللي خصنا نبريسيزيو وهو هاد لانديمنيتي راه ما خرجاش من صندوق الضمان الاجتماعي كانت تخرج من صندوق اللي شرف عليه صاحب الجلاله نصر الله وهو صندوق كوفيد اللي كان تمول من طرف جميع القطاعات ديال البلاد دونك ماشي الصندوق الوطني صندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذاك الظرف كان تستعمل كوسيله لاهلي يدبر علاش حيث كان عنده المعطيات ديال الناس اللي فقدوا العمل ديالهم في هذاك الوقت سي نورمال الكونفينمون الواحد ما خصوش يخرج دونك فقدوا العمل دونك فقدوا اي دونك حنا كان عندنا المعطيات ديالهم ليدنتيفيون ديالهم سميتهم لادريس النوبات كان خاص يكون عندنا لادريس بانكير ديالهم كان خاص يكون عندنا لو نيميرو تيليفون وهنا اللي نقدر نقول لك هو جميع المكونات ديال البلاد تعاونوا البنكات وتحت اشراف لا كوميسيون ناسيونال دو لا بروتيكسيون دي دوني بيرسونيل باسكو ما عندناش الحق نمشيو ناخذوا المعلومات الشخصيه هكاك دونك البنكات عطاونا الكل ساهم باستثناء غنشوف واش غتشاطرني الراي بعض الشركات الكبرى اللي كانت ما كضرش الناس في لاسينيسيس اللي تبينت هذه الامور دوركم انتم في الرقابه عليهم من اجل استفاده جل العمال لهم ابناء لهم كاينين نساء رجال يستافدوا الشركات ستملص من المسؤوليه وما تتقيدش الناس دوركم نتوما والسيد لا كاين متفقين في الرقابه وفات راه قلنا في اطار هذه الندوه بان لو كور دي انسبكتور دي كونترولور ديالنا فا ايتر رونفورسي اليوم عندنا تقريبا واحد 100 ولا 140 اطار في هاد كي كومبوز لو كور دي انسبكتور contrôleur et on peut pas tout ratisser. احنا ليدي مع المدير العام ديالنا وهو نقويو هذا القطاع بالريكروتمون دو نوفو كادر اللي غادي يسمحوا لينا باش نمشيو كثير اكثر في تصحيح الوضعيه ديال العمال الاجراء دابا حنا تنهضروا على العمال الاجراء اللي ما تيتصرحش بهم من طرف des entreprises يعني اللي كنتمناو باش نختم معاك تنتمناو انه الضمان الاجتماعي يكون نفس الشكل اللي كنشوفو في الضمان ديال السيارات مثلا ولا الدراجات الناريه عنده قيمه فيه عمل اللي كتبعوا النيابه العامه فيه بطبيعه العقوبه لماذا الضمان الاجتماعي للعائلات دوركم كتاخذوا هذه البادره كنتمناو لك التوفيق وتنتمناو انكم تسلكوا الطريق الصحيح ان شاء الله مشاهدينا الكرام لا لا ان شاء الله افكتيفمون راه قلنا عاوتاني في الندوه المدير العام ديالنا هو ما غاديش اونيكمون كونساكري للرونفورسمون دي زيكيب مي اوسي موديفي لا ريغلومونتاسيون لا ريغلومونتاسيون خاصها تبدل خاصها تكون قويه شويه اكثر نديرو بحال الدول اللي سبقاتنا في اطار لا لوت كونت لا فرود سوسيال وهو نقدر نمشي للدابيتا نقدر نمشي عند الوكيل الدوله ويحكم حيت خاصها بوتيت تولي جنحه ولا ما تقول انتم تولي في اطار متابعه قانونيه وهذا اللي كنتمناه ان شاء الله شكرا لك مرحبا مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا مجموعه من الاسئله الجوهريه في الموضوع فيما يخص المسؤول في الضمان الاجتماعي شكرا لك مشاهدينا الكرام نتمنى ان تكون مثل هذه الندوات فيها عمل جاد وهادف وفيه الملموس وليس كلام عابر نحن لا نوجه امتهام لأي أحد ولكن لنا الحق في طرح أسئلة الرأي العام نوجه معهم أم الناس تعاني من الاستفادة هناك بلورة مجموعة من منهجية أخرى نتمنى أن تكون في محمل الجد وهذا شيء نتمناه مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم